الحمد لله اتفقت معاهم ان انا اقسط كل الفواتير. انا مش عارفه انتوا بقالكوا ازاي السنين دي كلها ما بتدفعوش ميه. مين كان هيروح يدفع؟ والمحاصل كان بيجي كل شهر يسيب الوصل ويمشي، ما حدش كان بيشوف. وطول ما الميه شغاله ولا كان على بالنا. يا غاليه لازم تكلمي الجزار بقى، بيبعت لحمه زي وشه ومش بيخاف غير منك انت بس. ماشي يا ماما هظبطهولك. انا بعتلك سباك جه. جه ده كان شبه جد الجبر الله يرحمه بالملي وقت ما كان جدك في ثانوي. سباك؟ بس لما جدك كان في ثانوي كان بيجي يقف لي تحت البلكونه ويغني لي اغنيه محمد فوزي. قالوا لي انساك، قالوا لي وليه هنساك ليه؟ الله حاسه كنت مخصماه. الله يرحمك يا جبر. كان فلاتي وبتاع ستات. الله يرحمه، بس انا بتكلم على سباك مش على جدي. السباك ولد ممتاز يخلص كل حاجه في نص ساعه ونضف من ورا منه. رايحه فين؟ لحقتي تاكلي؟ ماما انا ورايا مشاوير كتير جدا. ايه ده؟ انت مش كنت معدنة تودينا السينما بالليل؟ والبنت اللي هتيجي عشان تشتغل دي مش المفروض انك تقابليها وتتفقي معاها؟ ماشي يا ماما استناها استناها. كل يا حبيبتي كل يا ماما. يا عين امها من ساعه ما كانت تقعد معانا وهي شقيانه. ومين هي الصغيره؟ تخلي بالها مننا، احنا خلاص كبرنا بقى. يا اختي كلمي عن نفسك، هو انا عشان خلفتك ابقى كبرت؟ بتضحكي على ايه؟ قلت الربايه. خدي دي. مساء الخير يا باشمهندسه غاليه. انا عادل وفائي المنتج الفني لمسلسل غرام. كنا عايزين نقابل حضرتك في اي وقت مناسب ليكي. في انتظارك. الحمد لله مسلسل عندك. اشكرك يا رب بدل السنه الواحد فيها. الحمد لله. اي دعاء؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ طمنيني كده المحل عامل ايه؟ احنا بقالنا كده يومين ما بنبيعش حاجه. طب بقولك ايه، شغلي صوره الواقع. ماشي يا حبيبتي هكلمك تاني. باي. مساء الخير يا عبد الله. دلوقتي مصاريف تيا المدرسه بتسال عليها بقالها 3 ايام. انا عايزه اعرف بس ايه النظام. مامي. ايه يا حبيبتي؟ نانا بتقول لك البنت الجديده جت. البنت الجديده جت؟ البنت الجديده حلوه زيك كده؟ انا بحبك. تمام. بحبك قوي. هاتي بوسه. الله. يلا روحي قولي انا جايه على طول. اجري. اسمك ايه بقى يا قمر؟ بصي يا عسل، يعني انا هقول لك اسمي بس يعني مش عايزين بقى نقعد نسف ونهرج كده. هو ان اتمنى انا خلقي ضيق. ايه ده؟ انا معرفهاش. نعم معلش ما تاخذنيش، اصلك انا دغري واللي جوايا برايا. وبعدين موضوع الاسم ده هو انا عانيت منه كتير. ليه؟ تسميه وحشه قوي يعني؟ رائعه. ولما هي التسميه رائعه مكسوفه من ايه؟ لا لا معلش نركز مع بعض، انا اسمي رائعه. انت اسمك رائعه ليه ان شاء الله؟ ما هو ده بقى السف اللي انا حذرت منه في الاول. اسم على مسمى يا بنتي. الله يخليكي يا تيزا. طب بصي يا حبيبتي انت دلوقتي اسمك تقيل شويه يعني قريب من العربي، فممكن نخففه سنه يعني؟ لا ما هو انا عندي نيك نيم. انت عندك نيك نيم؟ والله لغات وكده كمان. لا انا واصله للليفل التالت في الانجليزي. ومعلش يعني انا مش عشان جايه اشتغل عندكم انسى ان معايا لغه، انا مش قادره ارجع للصفر، الليفلات غاليه. ايه يا جماعه اللي انتوا كده؟ ايه بقى النيك نيم؟ روعه. ده احنا هنشوف ايام زي الفل. يعني اسهل واخف وبيدي نفس المعنى. طيب تمام. بصي بقى يعني مش مهم رائعه روعه، اهم حاجه شغلك يبقى رائع. لا بصي يا عسل، ده انا يعني اكسبيرينس 12 سنه في المطبخ. سيبني. انت لا هتاكلي ولا عمرك كلتي اكل زي اللي هتاكليه من ايد روعه. انا اسفه يعني يا جماعه الحديث اخدنا وما تعرفناش على بعض. يا نهار اسود.
طب انا غاليه مدام اكسبنسيف. يا اهلا وحضرتك هاديه يعني والله هيبان. وانت ايه حضرتك؟ ماما خلاص عائشه اخيرا اسم طبيعي. والمقروضه الصغيره خليكي في حالي. بص يا بنتي، احنا ما عندناش نظام اجازات اسبوعيه ولا شهريه ولا كده، احنا الاجازات عندنا سنويه، واللي يحب كده يقعد معانا. يعني بصرف النظر عن الاسلوب لاني ما بتهددش، بس اي نو يا تيزا، يعني المكتب معرفني، وعامه يعني انا عن نفسي لو ارتحنا مع بعض مش همشي من هنا الا على بيت جوز. ده انت مش هتمشي خالص، ده انت جيتي في البيت الصح وجوزك. ماما وجوزها. شفتي؟ زي ما قلت لك بيلعبوني، لغوا عقد الفيلم. عادي يا عبد الله، كده كده شغلك موجود، وانت من اهم مخرجين الاعلانات، مش فارقه الفيلم. لا فارقه، فارقه، انا عايز اخرج سينما. خلاص بكره يجي غير، ما تركزش. دي كانت فرصتي الاخيره، وكل يوم بيطلع مخرجين جداد، ده غير الاجيال اللي قاعده في بيتها. هو انت ليه ما فكرتنيش بمصاريف تيه؟ عبد الله انا بفكرك كل يوم، انت اللي بترجع كل ليله وش الفجر وتبقى شارب، بتصحى من النوم ناسي. ما زهقتش من الحياه دي؟ لا ما زهقتش، وما بحبش حد ينتقدني. اوكي يا ميرنا؟ اوكي. هو انت ما بتكلميش غاليه او بتتصلي بيها؟ قليل اللي هي بتحاول تكلمني، ولا انا كمان. لسه تعبانه ولا عادي يعني؟ بقول لك مفيش كونتاكت عشان اعرف. هي وحشتك ولا ايه؟ لا لا وحشتني ايه؟ ده انا حتى بقالي شهرين ما شفتهاش. ولا بتشوف تيا؟ ما وحشتكش؟ لا وحشتني طبعا. ان شاء الله هشوفها الاسبوع ده. انا هقوم اغير علشان خاطر الاوردر.